من قناة الرافدين الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية في بغداد وأربيل لتتخطى حاجز 155 ألف دينار لكل 100 دولار. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 155,500 دينار لكل 100 دولار، مضيفة أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث سجل سعر البيع 156,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 154,500 دينار. أما في أربيل فإن أسعار الدولار سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر الدولار للبيع 156,100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 155,100 دينار لكل 100 دولار. ارتفع إنتاج أوبك من النفط في شهر شباط الماضي مدعوما بتعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا، ليأتي العراق ثاني أكثر الدول ارتفاعا في إنتاج النفط للشهر الماضي. وأظهر مسح لوكالة رويترز أن إنتاج النفط في نيجيريا سجل أكبر زيادة في أوبك بواقع 100,000 برميل يوميا في شهر شباط، فيما رفع العراق حجم صادراته من النفط المستخرج من جنوب البلاد في الشهر الجاري، ما عوض الانخفاض في صادراته من شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي الذي توقف العمل به لفترة قصيرة بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا. أعلنت مصر أن عائدات قناة السويس حققت أرقاما قياسية هي الأعلى في عام 2022. وأوضحت مصر أن قناة السويس أغلقت العام الماضي 2022 بتحقيق أرقام قياسية، مضيفة أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر سجل إجمالي إيرادات قناة السويس مستوى قياسيا بلغ 18 مليار جنيه في شهر كانون الأول الماضي، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر تشرين الثاني السابق له وكان 17 مليار جنيه. وقدرت عائدات قناة السويس العام الماضي بواقع 7 مليارات و932 مليون دولار مقابل 6 مليارات دولار للعام السابق له 2021. ارتفعت أسعار النفط اليوم الثاني على التوالي، حيث عززت تقارير عن توسع نشاط التصنيع في الصين أكبر مستورد للخام في العالم توقعات الطلب العالمي على الوقود. وارتفع خام برنت لشهر أيار بنسبة 0.53% ليصل إلى 83 دولارا و89 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان بنسبة 0.39% ليصل إلى 77 دولارا و43 سنتا للبرميل. وتستمر أسعار النفط في تلقي الدعم من التوقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. كانت هذه التوقعات مدعومة أيضا بالبيانات التي أظهرت ارتفاع نشاط المصانع في الصين. تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل بحسب ما ناقشه وزراء دول التكتل 27 خلال اجتماع في ستوكهولم. وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية إن دول الاتحاد ناقشت خلال الاجتماع تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي تتمكن من ملء مخزوناتها من الغاز بسرعة والتمكن من مواجهة توترات محتملة، بما في ذلك وضع الاستهلاك تحت السيطرة وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية. ولذلك اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في شهر تموز الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدة بين آب عام 2022 وآذار عام 2023 بنسبة 15%.
وهذه انتقالة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز إلى اللقاء.